اهو اهو دخل معايا رغم ان انا حاولت معاه قبل الهوا، بس الحمد لله ان هو اقتنع. الاستاذ الكبير استاذ محمد عثمان محامي النادي الاهلي. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. استاذ كريم صباح الفل على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام، واهلا بيك وحضرتك. ده حضرتك ريحتني جدا عشان كنت بحاول اقول كلام كتير قوي قوي، حاولت اقول اللي انا فاهمه واللي انا ما كنتش فاهمه قوي، حاولت برضه اطلعه بصيغه كويسه. ففرصه ان حضرتك معانا عشان تفهمنا ايه الوضع الان في قضيه النادي الاهلي ضد عبد الله السعيد. يعني خليني بس ابدا مع حضرتك ومع مشاهدينك الكرام ان كان هناك عقد بين النادي الاهلي واهلي جده وعبد الله السعيد. هذا العقد ده عقد ثلاثي. بموجب هذا العقد الثلاثي انتقل اللاعب لاهلي جده، وكان في بنود في العقد، هذه البنود بتحظر اعاده بيع اللاعب او اعارته او لعبه لان هو يلعب في مصر لمده 3 سنوات من تاريخ هذا التعاقد، والثلاث اطراف اتفقوا على كده. وعلى الجانب الاخر كان هناك عقد ثنائي بين اللاعب وبين بين اهل جده بينظم مستحقاته وراتبه وهذه كل هذه الامور. العقد الثلاثي اللي بين الثلاث اطراف النادي الاهلي واللاعب واهل جده كان من بين الشروط اللي فيه انه حال مخالفه اي بند من بنود هذا العقد، اللي يخالف هذا التعاقد ملزم بغرامه 2 مليون دولار عقب قيام اللاعب بالالتفاف على التعاقد وفسخه لعقده مع نادي اهلي جده باراده منفرده دون ان يكون النادي الاهلي شريك في هذا. الاهلي اعتبر ان ده امر فيه ضرر ليه ومخالفه لبنود العقد، ولجأ لمركز التسويه والتحكيم الرياضي بمصر الذي اصدر حكما بالزام اللاعب بان يؤدي للنادي الاهلي 2 مليون دولار، ثم استأنف على الحكم امام مركز التسويه ولم يستكمل الاجراءات، ومن ثم اصبح هذا الحكم طبقا للقانون حكم نهائي، وتم تسجيل الحكم بالصيغه التنفيذيه واعلان اللاعب به واستمرار اجراءات التنفيذ، وتم توقيع الحجز على ارصدته في البنوك، واي مال يظهر للمدين بحسب القانون يجوز توقيع الحجز عليه استيفاء لهذا الدين. على الجانب الاخر اللاعب لجأ قبل استنفاذ الاجراءات القانونيه والقضائيه في مصر امام جهات الاختصاص المحليه لجأ للمحكمة الرياضية الدولية، ودي كان مسألة كانت محل طعن من النادي الأهلي ومن اللجنة الأولمبية ذاتها أنه لا يجوز اللجوء لأي محكمة دولية قبل استنفاذ الأساليب والطرق القانونية وكل الإجراءات القانونية أمام الجهات المحلية المختصة، وده كان محل خلاف. بالتالي احنا أمام حكم نافذ قائم بذاته، وأن الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية لا يوقف تنفيذ هذا الحكم، وبالتالي إحنا مستمرين في إجراءاتنا بناء على طلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب استيفاء لحقوق النادي الأهلي في هذا الشأن. عظيم جدا. طيب لو المحكمة الرياضية الدولية أنصفت عبد الله السعيد وبقى في حكم لصالح عبد الله السعيد، هل الحكم ده يبطل حكم لجنة التسوية والتحكيم؟ اولا اعتقد ان ده امر مستبعد لان النادي الاهلي مركزه قوي في هذه القضيه ومرجح ان شاء الله ان يكون الحكم لينا. ثانيا النادي الاهلي بيحترم الاحكام القضائيه بشكل عام سواء صدرت من جهات ذات اختصاص دولي او محلي. حال صدور حكم بهذا المعنى هيتم دراسته ونشوف، وفي كل الاحوال احنا بننصاع لهذه الاحكام متى كانت سليمة وصادرة من جهات الاختصاص المختصة بها ونهائية واجبة النفاذ. في الحالة دي بنمتثل لكل هذه الأحكام. الحجز على أموال عبد الله السعيد تشمل أيضا كل ممتلكاته ولا فقط أمواله في البنوك؟ شوف، بحكم قانون المرافعات يجوز الحجز على أي مال للمدين سواء عقار سواء أموال سائلة سواء أموال في البنوك. إحنا بنسلك كل هذه الطرق، ودي الطرق التي نص عليها القانون. أي مال عليه سنتعقبه حتى تمام سداد كامل الدين. طيب من الحاجات المهمة جدا كمان اللي حابب أسألها لحضرتك دلوقتي، لو عبد الله السعيد خد حكم، حضرتك بتقولي إن موقف الأهلي أقوى، لو خد حكم المحكمة الرياضية الدولية هل ده سيتبعه أي عقوبات محتملة على النادي الأهلي ولا الأمور دي مستبعدة؟
ده اطلاقا طبعا الحديث في شان عقوبات، لان النادي الاهلي هو صاحب الحق والنادي الاهلي هو المضرور، والحديث في هذا الشان ما فيش نص قانوني يقول ده، وحديث معاقبه الاهلي او شيء من هذا القبيل ده حديث عبثي لا يمت القانون بصله. هل كان في اي محاولات من عبد الله السعيد او محامي الفترات الماضيه بالصلح مع النادي الاهلي ولا ده ما حصلش ابدا؟ شوف مساله الزملاء المحامين، هي مرت هذه القضيه مرت تقريبا بثلاث مراحل. المرحله الاولى كان محامي الصديق العزيز استاذ اشرف عبد العزيز، وتواصل معنا وطلب ان تسويه الامر ودي، والنادي الاهلي رحب، الى ان اللاعب لغى توكيله، ثم استعان بزميل اخر اقام استئناف امام مركز التسويه طعنا على الحكم، وسدد جزء من الرسوم وتعهد بسداد باقي الرسوم، الى ان اللاعب فجاه الغى ايضا توكيل الزميل المحامي الثاني واستعان بزميل ثالث، واستمر في الاجراءات اللي كل الناس عارفاها. دي المراحل والمحطات اللي عدت اللي مرت بيها هذه القضيه من حيث دفاع اللاعب. استاذ الكبير استاذ محمد عثمان محامي النادي الاهلي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات المهمه.